هلا نطلع على هذا السيستم. هذا عندي مثال اخذنا فيزيكال سيستم. الفيزيكال سيستم هون بسيط جدا. كل اللي اخذناه اخذنا تانك مي. هاي عندي تانك مي له مساحه قاعده. ايش مش بتنك المي في الكهرباء؟ ايش الكومبوننت في الكهرباء اللي مش بتنك المي؟ الكاباستر اشهر. هذا بيشبه الى حد ما الكاباستر، لانه ايش هذا انا بخزن فيه؟ مي. وكل ما خزنت مي اكثر فيه ككميه شو بيرتفع فيه؟ شو بيزيد؟ البريشر وغير البريشر في شيء اشوفه الهايت. مش كل ما حطيت فيه فوليوم اكثر من المي بيرتفع اتش؟ مظبوط. وايش له قاعده؟ القاعده تبعته مساحتها ايه؟ مظبوط. لاحظوا لو انا جبت اخذت نفس كميه المي وحطيتها في تنك له قاعده صغيره وتنك له قاعده كبيره، مين راح يرتفع الهايت فيه اكثر؟ القاعده الصغيره. ولو اخذت كميه من التشارج كيو بالكولومز وحطيتها في كاباستر صغير، شو راح يصير بالفولتج تبعه؟ راح يرتفع. لكن اذا حطيتها في كاباستر له كاباستنس صغيره، شو راح يصير كبيره، ايش راح يصير بالفولتج تبعه؟ ما راح يرتفع كثير. اوكي، نفس المثال. اذا لو جبت انا مثلا لو هذا التنك قاعدته متر مربع وجيت حطيت فيه متر مكعب من المي، قديش راح يكون ارتفاع المي فيه؟ 1 متر. لكن اذا رحت على تنك ثاني قاعدته 10 متر مربع وحطيت نفس ال 1 متر مكعب فيه، قديش راح يكون ارتفاع المي؟ 10 سم، مش هيك؟ 10 متر. اوكي، ماشي، واضح؟ هلا هذا بقدر افكر فيه كنوع من الانتجريتر، زي ما الكاباستر نوع من الانتجريتر. مش اذا حطيت فيه شويه مي وبعدين وقفت، ايش بصير بالارتفاع تبعه؟ بزيد وبضل ثابت على اخر قيمه موجود عندها، مظبوط؟ ما برجع لل. إذا هاي نفس فكرة الانتجريترز. احنا فكرنا في انتجريتر، إذا عندي واحد على اس، واحد على اس لازم أعطيه طبعا انيشال فاليو. خليني أفترض واحد على اس له زيرو الانيشال فاليو تبعه. إذا أعطيته أنا بلس لها عرض معين وبعدين رجعت لزيرو، شو بصير الأوتبوت؟ برجع الأوتبوت لزيرو؟ لا. شو بيعمل؟ بيعمل انتجريشن. إذا بوصل انتجريشن لنفس الشيء. إذا احنا رح نفكر الووتر تانك هون، هلا رح نشوف الموديل تبعه، الووتر تانك هون بعتبره أنا كأنه نوع من أنواع الانتجريترز. بس انا مش بس هيك حطيت له، كمان حطينا لهذا التنك حطينا له من هون بايب. اوكي؟ والبايب هذا طبعا له مش كبير كثير، له فتحه معينه. شو راح يصير هلا مفتوحه هون الصمام هذا مفتوح، انا تاركه مفتوح. شو راح يصير يعمل؟ راح يصير تمر المي من هون، مش هيك؟ لكن المي راح تمر هون، الريت تبعها ايش راح يعتمد؟ على البريشر، مظبوط؟ كل ما زاد البريشر هون راح ينزل. إذا كان هذا الفلو، طبعا هاي إذا فتحتها كبيرة ممكن يكون الفلو لامينر، مش هيك؟ شو يعني لامينر فلو؟ يعني السائل لما عماله بيمشي عماله كأنه بيمشي في طبقات، كل طبقة لها سرعة بس كلهم في طبقات ما في. لكن إذا كان تيربلنت فلو، في عندي تيربلنس بيصير هون. عادة إذا الفلو لامينر، إذا كان الفلو لامينر، الفلو اللي طالع من هون ان ليترز بير سكند، على ايش بيعتمد؟ على الاتش أو على الضغط. وإذا كان الفلو هون تيربلنت على ايش بيعتمد؟ جذر الضغط. على الجذر الضغط، اوكي؟ هذا اللامينر فلو والتيربلنت فلو اخذ مر عليهم. إذا هذا بالنسبة للتنك. إذا احنا أول موديل عندي هون تانك مي. تانك المي أنا ما عزلته، هي زي غرفة، لو أنا عندي غرفة وعم بسخن فيها، هل يعقل إنه الحرارة الدب تبعتها تضلها نفسها؟ شو بصير بعد بعد وقت؟ ترجع تبرد، مش هيك؟ ليش؟ لاني ما بقدر اعزل الغرفه اعزل حرارتها 100%، مستحيل قد ما احط الهاي الا تخسر حراره. نفس الشيء هذا التانك، اذا تركته يوم او يومين مضبوط هي الفتحه صغيره، بس في النهايه شو راح يصير بكل المي؟ راح تطلع. اذا هذا بمثل لي خروج المي منه، وفي عندي نون لينيرتي، اذا الفلو تيربنت راح تصير نون لينيرتي، مضبوط؟ مش الفلو هون ما بتناسب الان مع اتش، صار بتناسب مع جذر اتش. اوكي، ماشي؟ واضح هذا التانك من هون؟ والتانك هذا في عندي بامب عمالها بتضخ بتحاول تضخ مي، فالبامب راح احطها مثلا هون، هي سنترفيوغال بامب. والسنترفيوغال بامب عمالها بتمر على فيريبل فالف، مش اون اوف فالف. الاون اوف فالف ايش بيعمل؟ يا بيكون فاتح تماما، له تو بوزيشنز، اون اوف كنترولر الفالف. في فالفز تكون اون اوف كنترولر، لكن في كمان فالفز شو بتكون؟ فيريبل سيتنج، في لها فيريبل سيتنج، فممكن تكون فاتحه تماما فولي او مسكره تماما او ان بتوين. فهاي الفالف في لها رينج من صفر لواحد، يا بتكون فولي اوبن يا بتكون فولي كلوزد يا زيرو. شوفوا انا ما راح اغير البامب هون، ما راح اغير سرعه البامب، كيف غيرت الفلو اللي داخل على التانك؟ تغيير الفتحه من هون. طبعا انا كان ممكن اعمل شيء ثاني، كان ايش ممكن اعمل؟
كان ممكن اغير سرعه البامب السنترفيوجال بامب من هون، والفالف هاي خلاص اشيلها. بس كمان نفس الشيء راح يصير عندي الفلو، يا فل فلو يا زيرو فلو يا انيثينج ان بتوين. شو صارت هذه هون؟ هاي الاكتويتر هذا بروبورشنال، مش الكنترولر، الاكتويتر بروبورشنال. فالبامب هذه من هون تقدر تعطيني، طبعا هاي البامب لها حد معين خلاص في سرعه معينه بزيدها، بقدرش ازيد سرعتها عن هاي السرعه. لكن احنا راح نثبت الفلو تبع البامب، بس الفلو الفعلي راح يعتمد على الفتحه تبعت لها. فلما بدي اخفف الفلو او ازيدها راح اصير اصغر هاي الفالف او اكبرها. اذا حتى انا اتحكم بهذا التانك راح اتحكم بالسيتنج تبعت هذه الفالف، وانا بدي احاول اتحكم في مستوى. واضحه شو المشكله الان؟ احنا لازم نعمل فورميليشن للبروبلم قبل ما نعرف نحلها. شو مشكلتي انا هون؟ ايش الهدف تبعي؟ احنا هون نتحكم بالليفل. تمام، انا هون تمام. الشيء الوحيد اللي بقدر اتحكم فيه هو الفالف. هاي بقدر اتحكم فيه، هاي معطى، هاي جزء من البلانت. هذه هون الفتحه موجوده. هلا هذا الفلو بعرفش وين بروح، يا اما هو تهريب يا اما هو عماله بروح على عمليه صناعيه، ومش مهم كثير فيها الفلو، مش شيء بتحكم فيه. هلا ممكن تكون المساله اعقد من هيك، ممكن اكون انا بدي اتحكم مثلا بكميه الفلو اللي طالعه فرضا والليفل بنفس الوقت، او ممكن بدي اتحكم بدرجه حراره هذا الليكويد والليفل بنفس الوقت، بصير عندي تو وهدول كابلد، بطلوا سنجل انبوت سنجل اوت. اذا هون بدي اتحكم بالسيتنج تبعت هاي الفالف بحيث اني احافظ على هذا المستوى على فاليو كونستنت معين. واحيانا هذا المستوى ممكن ينطلب مني انه يكون 10 مثلا 0.1 اوف متر، ممكن اطلب من ينطلب مني انه يكون 1 متر، وبدي استجيب بسرعه مش هيك؟ اللي هو ايش بستجيب بسرعه؟ يعني عن ايش بحكي؟ عمالي عن الرايز تايم، عمالي بحكي عن الرايز تايم. وكمان في عندي ستيدي ستيت ايرور، كل الاشياء اللي درستوها بالكنترول التقليدي مش هيك؟ كيف انتم عاده كنت ممكن تحلوا هاي المساله؟ ممكن تحط بي او تحط بي اي او بي اي دي مثلا او بي اي كنترولر بدك اياها. ممكن تستعمل اون اوف، تقول لي انا بدي استعمل اون اوف كنترولر، الفالف هاي راح افتحها كامله واسكرها كامله مثلا، بصير. بس راح يصير في عندي فلكشويشن من هون، راح يصير مستوى التانك راح اشوفه بيعمل هيك. او بدي احط بروبورشن، يمكن بروبورشن كنترولر مناسبه بالحاله هاي مثلا، البروبورشن كنترولر راح تحل المساله هاي. هلا ايش كمان عندي؟ عندي فالف. اذا هلا المساله هاي اذا بتطلع عليها بعدين، في شغله ثانيه كمان عاملينها هون، بتتذكر ايش احنا حكينا عن الارتفيشال انتليجنس؟ احد الكرايتيريا المهمه في الارتفيشال انتليجنس انه ناجح او مش ناجح، ايش لازم اعمل؟ مقارنه. اذا هون حطينا سويتش. هذا السويتش هو عباره عن كونديشنال سويتش، كونديشنال سويتش له 3 انبوتس. ولاحظوا هذا يا بيكون هيك يا بيكون هيك، مين اللي بقرر انه هو راح ياخذ السيجنال تبعته من هون او راح ياخذها من هون؟ الانبوت اللي بالنص. فالانبوت اللي بالنص حسب الفاليو تبع الانبوت اللي في النص، انت كانك عم بتحركه بايدك على فكره. انت كانك بتحركه بايدك، فبتحط اذا حطينا هون مثلا واحد وفي ثريشولد، اذا الانبوت هذا كان اكبر من هذا الثريشولد وين بيروح الانبوت؟ بيجي من هون. واذا الانبوت هذا كان اقل من الثريشولد وين بيجي الانبوت؟ بيجي من هون. ليش؟ عشان في البدايه شو بدي اعمل؟ بدي اخذ بي اي دي كنترولر. شو داخل البي اي دي كنترولر؟ لاحظوا هون ما طلعنا احنا على الابسولوت فاليو تبع الديزايرد ولا الابسولوت فاليو تبع الاكتوال، مش هاممنا احنا هون غير الايرور والاشاره. مين سال عن الاشاره؟ بهمنا الاشاره نعرفها هون حتى اعرف شو بدي اتصرف. هل الوضع عندي هل هو الايرور بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ولما احنا نبدا نحكي فازي شو راح نبدا نحكي؟ if error is large او if error is very large او is very small. طبعا بوزيتيف ونيجاتيف لازم اقول. فراح اقول الايرور مثلا لارج بوزيتيف، فيري لارج بوزيتيف مثلا، زيرو او يعني سمول، فيري سمول، او زيرو نيجاتيف، او عفوا فيري فيري نيجاتيف او سمول نيجاتيف. اوكي ماشي. اذا هون راح نبدا نحكي عن الايرور، راح نحط ممبرشيب فانكشنز للايرور هاي، بس مش بالبي اي دي. وين؟ اذا بالحاله الثانيه لما اقرر اشغل الان واقارن بالفازي، راح تصير من وين تيجي السيجنال؟ من الفازي لوجيك كنترولر. الفازي لوجيك كنترولر داخلها على فكره تو انبوتس مش 1 انبوت. شو الانبوتس اللي داخلين لها هون؟ واحد هو الايرور، ما في مشكله. اوكي، الثاني شو هو؟ عندي انا ماخذ الديريفاتيف تبعت لها. ايش بذكركم الديريفاتيف؟ كلاسيكال كنترول بالدي. تمام، مين حكى الدي؟ تمام الدي. اذا هون عندنا، بس احنا على فكره مش ماخذين الدي تبع الايرور، ماخذين الدي تبع السيجنال نفسه. فكني عمالي بقول اذا كان السيجنال الاوتبوت عم بتزيد، بهمني اعرف انها بتزيد ولا ما بتزيد ولا بتنقص ولا ما بتنقص، مش هيك؟ يعني هي ما بكفي اعرف انه انا وضعي كويس، كمان لازم احاول اتنبا للمستقبل، مزبوط؟ لو انت بتصرف عندك صرف مالي
تصرف شهريا مبلغ معين وانت عارف قديش صرفك الشهري، وجيت اطلعت حسابك في البنك وكان حسابك في البنك مثلا 200-250 دينار. لا هلا انت اذا ما بتطلع على صرفك الشهري شو بتقول؟ انا عندي 250 دينار وضعي ممتاز، مش هيك؟ لكن لو جيت اطلعت قلت انا عندي 250 دينار وعمالي بصرف 500 دينار بالشهر، ايش المشكله؟ في عندنا مشكله، مش هيك؟ ما بصير انا انبسط على الوضع اللي موجود عندي اليوم وانا مش متنبأ بايش اللي بصير في المستقبل. اذا احنا قلنا انه الاوتبوت اوكي بس الايرور اوكي، ما فيش في مشكله، فيش عندي ايرور كبير بين اللي بدي اياه والواقع، لكن الاوتبوت عم بزيد، مش هاي فيها شيء بخوف؟ او الايرور عم بنقص، او الايرور ما عم مش الايرور عفوا الاوتبوت هدول رح نطلع عليهم. اذا احنا هاي الكنترولر شو رح يدخلها؟ طب هون داخل خط واحد ماكس، في عندي مالتي بلكسر، فهذا ما يخدعك انك تشوفه خط واحد، هذا فعليا تو انبوتس، بس احنا حتى نسهل الرسم والهاي خلص بنعمل هذا مالتي بلكسر. هلا هذا الكنترولر لما بصممه شو بده يتوقع يدخل له؟ كم انبوت؟ تو انبوتس، بس خلص بدخلهم عن طريق انبوت واحد ما في مشكله. هذا رسمته، اذا اطلعت على الفازي لوجيك كنترولر ما بيزيدوا عدد الانبوتس اذا انت صممته بشكل مختلف، دائما له انبوت بورت واحد، بس الدايمنشن تبعت هذا الانبوت بورت على ايش بتعتمد؟ عدد الانبوتس اللي مشموله بهذا الخط على التصميم الداخلي. ولذلك دائما لازم ايش اعمل؟ لو انت اجيت هلا هذا غيرته وعملته 3 انبوتس مثلا، الهيستوري اوف ذا ايرور، الانتجريشن تبع الايرور، الايرور الحالي والديريفيتيف تبع الايرور، ودخلتهم ثلاثه، شو بدك تعمل في الماكس اللي هون؟ بتزيده لثلاثه، بس بضل يطلع عندي خط واحد من هون. هون ايش بعمل في الداخل؟ لازم يصير عندي 3 input variables، و 3 input variables لازم اعمل لكل واحد membership function. اوكي membership functions تبعتهم، وايش لازم اكون كاتب كمان داخل هون؟ الرولز، لازم اكون حاطط الرولز، شو يعمل في كل حاله من الحالات من هون؟ وبعدين راح يكون في عندي كمان defuzzification، حتى اعمل defuzzification ايش لازم يكون عندي كمان؟ في نفس هذا aggregation. ماشي الaggregation، بس حتى اعمل aggregation شو لازم يكون عندي كمان؟ للاوتبوت، ايش الاوتبوت variable على فكره هون؟ فاليو اللي راح يروح على الفار، راح يشغل الفار. هاي لازم يكون فيها ممبرشيب فانكشن، في ممبرشيب فانكشن للاوتبوت. لما اشتغلنا هون الريسك شو عملنا؟ مش عملنا ممبرشيب فانكشن للاوتبوت؟ انه افتح الفالف كثير او شوي او وسط او سكر او سكر كثير، مزبوط؟ اذا لازم يكون في كمان ممبرشيب فانكشن للاوتبوت، ممبرشيب فانكشن للانبوت والرولز. وبدي احدد كمان المين ماكس او البرودكت، متذكرين؟ الرولز اللي بنستعملهم، متذكرين المين ماكس؟ رح نحكي عنهم بعدين. اذا عندي هلا هون هي عندي سيستم، هاي البلانت، هاي على فكره البامب، لانه البامب عماله بتحاول تضخ كميه معينه، بس مين اللي في طريقها؟ الفالف، متذكرين هون؟ فالبامب لو تركتها، لو فتحت الفالف على الاخر، البامب هون كانها ايش بتعطيني؟ بتعطيني 0.5. اوكي؟ لكن لما انا بدي بسكر الفالف من هون او بغيرها، طبعا في عندي هون كنترول، لما بسكر الفالف وبغيرها الفلو تبع البامب هذا راح يصير ينزل ويطلع. الفلو تبع البامب هذا ايش راح يعمل في التانك؟ راح يرفع الهاي، فهاي التانك راح يشتغل كانه انتجريتر. بس لاحظوا التانك له حدود معينه، التانك ما بيقدر يزيد عن حد معين من هون، في عندي نون لينيرتي راح نحطها.